السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. أكدت عدد من التكتلات والأحزاب السياسية والحركات في موريتانيا إرادتها في التصدي للاستفتاء الشعبي المرتقب، داعية إلى توحيد الجهود من أجل إفشال الاستفتاء الذي قالت إنه يرمي إلى استمرار حكم الفساد والظلم. ودعا البيان الصادر عن التكتلات والهيئات إلى المساهمة بفعالية في حملة مقاطعة الاستفتاء. ندد رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل القيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة محمد جميل والمنصور باعتقال عضو مجلس الشيوخ محمد الغدة. وندد المنصور بما وصفه القمع الوحشي للشباب الذي احتج ضد الاستفتاء الشعبي المرتقب، مؤكدا أن المعارضة الديمقراطية ستستمر في التنسيق والنقاش لاتخاذ الخطوات اللازمة في المرحلة القادمة. أعلن في العاصمة نواكشوط عن اختتام أعمال الدورة البرلمانية العادية الثانية للعام 2016-2017، ويأتي اختتام الدورة البرلمانية أسابيع قبل حلول موعد الاستفتاء الشعبي على الدستور المرتقب في 5 من شهر أغسطس القادم. أعرب وزير الخارجية التونسي عن رفض بلاده الحل العسكري للأزمة في ليبيا، مؤكدا استمرار تونس في دعم الاتفاق السياسي الليبي والسعي إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين في البلاد. وكانت الأطراف الليبية قد وقعت في العام 2015 اتفاقا بمدينة الصخيرات المغربية برعاية من منظمة الأمم المتحدة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 6 نشرة إخبارية بحول الله، إلى اللقاء.